المونديال مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج المونديال، وحياكم أنا عبد العزيز سلوم من الإعداد والتقديم لهذه الحلقة وهذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا منذ شهر رمضان وحتى نهاية المونديال. نحن معكم يوميا عند الخامسة، هذا موعدنا العالمي لآخر أخبار المونديال والنتائج والتحليل الفني والقصص وكل ما تحبونه في برنامج المونديال. اللي حاب شاركنا في حلقة اليوم على 011-268-4488، دائما رحب بمشاركاتكم واتصالاتكم. الآن انطلقت مواجهة السويد وإنجلترا، ثواني بداية اللقاء 0-0 في هذه المباراة. المباراة التالية راح تكون كرواتيا وروسيا عند الساعة 9 إن شاء الله. بالأمس كان هناك مواجهتان، فرنسا كما هو متوقع فازت على الأوروغواي بهدفين دون مقابل، سجل لمنتخب فرنسا الهدف الأول رافائيل فاران بضربة رأسية جميلة ومن صناعة غريزمان، وأيضا غريزمان سجل الهدف الثاني. غريزمان بعد ما سجل ما احتفل، في ناس يقولون والله كان يعني يحترم زملائه في أتلتيكو مدريد، في ناس قالوا لا هو والله يحب أوروغواي، منتخب أوروغواي، في ناس يقول لا يحب دولة أوروغواي. الرجل هذا يعني هو فرنسي أصلي، يعني مواليد فرنسا، من أب برتغالي أو من أب ترجع أصوله لألمانيا، أم برتغالية، صديقته إسبانية، والحين يقولون إنه يحب أوروغواي، فما أدري شو مسوي بحياته غريزمان صراحة. عموما غريزمان رد على الموضوع هذا، تكلم وقال إيش سالفة إنه ما فرح، وسواريز رد على سالفة إنه يحب أوروغواي، فعندنا اليوم بعض المناوشات بين سواريز وغريزمان في التصريح بعد المباراة. بلجيكا بالأمس فازت على البرازيل بهدفين مقابل هدف، من أجمل المباريات، من أروع المباريات صراحة، استمتعنا فيها، كانت مباراة جميلة. أنا بالنسبة لي ترى كنت متوقع البرازيل تفوز 3-2، لكن يعني بنيت توقع على اللي صار قدام اليابان، لكن أمس مارتينيز مدرب بلجيكا غير في التشكيلة، أدخل ناصر شادلي من بداية المباراة، أدخل مروان فيلايني من بداية المباراة، وهذا شيء ما سواه في المباريات السابقة، غير في أسلوب اللعب، تنظيم دفاعي رائع شفناه أمس، واجه المنتخب البرازيلي وعطل من الحلول لدى المنتخب البرازيلي. لم نشاهد كوتينيو بحالة الكاملة، ويليان خرج أمس، لم نشاهد جهة ويليان تشتعل إلا بعد دخول دوغلاس كوستا أمس، نيمار أيضا محاولاتها يعني ما أنقذت المنتخب البرازيلي، في كلام كثير حول المنتخب البرازيلي وأيضا حول المنتخب البلجيكي، لكن على اللي شفناه من منتخب بلجيكا هذه هي مباراة كأس العالم، لا تنتظر مستوى كبير من أي منتخب. منتخب الآن في دور الثمانية، يعني أمس كان في دور الثمانية، اليوم هم في دور الأربعة، باقي لهم مباراة يوصلوا للنهائي، فما عندهم مشكلة ما يقدم مستوى، ما عنده مشكلة يصف 9 دفاع، أهم شيء يوصل نهائي كأس العالم، أهم شيء يفوز بكأس العالم. تاريخ بيقول بلجيكا وصلت لدور الأربعة وحققت وصلت للنهائي وحققت الكأس، ما راح يقول إنهم صفوا 9 قدام البرازيل، ما راح يقول إنه والله البرازيل أخطر من بلجيكا كانت أبدا، كل هذا الكلام ما راح يذكر التاريخ، راح يذكرون فقط من هو البطل ومن اللي ساهم في تحقيق اللقب من لاعبين ومن اللي كان مدرب، ويعني ها المباريات كيف انه بلجيكا اخرجت البرازيل وفازت على اليابان في مباراة ماراثونية وهكذا، لكن في النهاية التفاصيل الدقيقة اللي الناس يدورون وراها هذه التاريخ بدن ما يذكرها.
هذه بالنسبة لمواجهات الأمس، وراح نتكلم كلام كثير وطويل عن البرازيل وبلجيكا. اليوم عندنا حلقة راح نتكلم فيها بشكل كبير عن البرازيل وبلجيكا، وأيضا عن فرنسا والأورغواي. بينما المباراة اللي شغالة معنا السويد وإنجلترا 0-0 بعد مرور 5 دقائق من زمن المباراة. بشكل سريع قبل أن نطلع الفاصل، نذكر بتشكيلة الفريقين. المنتخب الإنجليزي اليوم: جوردن بيكفورد، كايل وولكر، جون ستون، هاري ماغوير، جيسي لينغارد، هندرسون، تريبر، أشلي يونغ، ديلي ألي، هاري كين، ورحيم ستيرلينغ. بالنسبة لتشكيلة المنتخب السويدي: أوليسن في حراسة المرمى، ليندلوف، جرانفيست، لودن، أيضا عندنا إيميل ولارسون وإكيدل، وأيضا فورسبورغ وفيكتور كلاسون، وأيضا ماركوس بيرغ وأولا توفينون. هذه تشكيلة المنتخب السويدي. الناس شوي ما هو مع المنتخب السويدي، في ناس طبعا اللي يحبون انجلترا كثير، يحبون الدوري الانجليزي، يتمنون انجلترا تفوز. في ناس يتمنون انجلترا تفوز عشان البطولة ومتعة البطولة بوجود بعض النجوم في المنتخب الانجليزي. في ناس يقول لك لا يا اخي والله ما احب انجلترا، لا خلي السويد هي اللي تفوز. هو احنا نشوف ايش اللي راح يحصل في هالمباراة، ومتابعين معاكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة. لكن بروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل رجع لا تروحون بعيد. المونديال مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج المونديال، وجدد الترحيب بكم. واذكركم بنتيجه مواجهه السويد وانجلترا 0-0 مع مرور 8 دقائق من زمن المباراه. لا يمكن ان نصف ما يحدث في المباراة بشكل دقيق من الأخطر. لا توجد خطورة من المنتخبين بصراحة، الأمور ركود حتى الآن. اللي حاب شاركنا على 0112684888. و يعني الحكم سحبنا شوي، كان في لمسة يد كانت لمصلحة منتخب انجلترا وليس ضده داخل منطقة جزاء انجلترا. يعني إشارة الحكم، وحتى هو ضحك كأنه بيحسبها ضدهم. عموما المتواصلين ونتحدث عن الحين، نتحدث عن المنتخب أو الحديث اللي جاء بعد مباراة برازيل وبلجيكا. خلينا نتكلم بصراحة، يعني احنا تعلمنا من منصات التتويج بطولات كاس العالم ان المنتخب اللي توج باللقب يقود دائما مجموعة من النجوم اللي سخروا كل طاقاتهم وموهبتهم لخدمة منتخب بلدهم. لكن لو رجعنا من مونديال 2014 الى مونديال 94، وانا اقول كلامي، اقول هذا الشيء وكلامي هذا عنهم، عن الاجيال اللي يتناسب، يعني كلامي هذا يتناسب مع جيال الثمانينات والسبعينات، بس انا حددت من 14 الى 94 كمثال. لو عدنا لابطال كاس العالم في النسخه الاخيره وفلترنا تشكيله كل منتخب، ما راح نلاقي منتخب فاز باللقب بسبب اهداف لاعب واحد. وان كان حتى الهداف يعني لاعب واحد، بنشوف انه يعني خط نجوم خلفه في خط الوسط مكنوا من تسجيل هذا العدد اللي يعني ما عمل هالشيء لوحده. ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، البرازيل وفرنسا والبرازيل بعد 94، كل هذه المنتخبات ما وقفت على لاعب واحد. يعني كل هذه المنتخبات أيضا ما ملكت في تشكيلتها من اللي يهتم بأمور خارج الملعب قبل داخله. كنا ننظر للمنتخب كمجموعة، ما كنا نشوف لاعب مثلا يقول زملاء أنا قائدكم بدوني أنتم ما تسون شيء. مثل هذه الحديث يعني ممكن تقال خلف الكواليس، ولكن مو للإعلام، لكن احنا كمتابعين نشعر فيها من خلال تصرفات اللاعبين. الحقيقة يعني بالأمس بعد مباراة البرازيل وبلجيكا، وإن كانت موجعة يعني لما فازت بلجيكا عن جدارة اعتبرها، وخسرت البرازيل بكل مرارة، تحدث الكثير عن المنتخبين كل واحد بطريقته.
كل واحد قال من وجهة نظره وكلنا نحترم وجهات النظر اللي تتكلم عن المنتخبين. في من تحسر على الجيل الذهبي للبرازيل وأنا منهم، يعني هذا واقع. البرازيل حاليا لا تملك مهاجم مثل رونالدو، ولا لاعبي وسط مثل ريفالدو ورونالدينو وكاكا، ولا أظهرة مثل روبرتو كارلوس المدفعجي، ولا كافو اللي يفك لك سبرنت من المرمى للمرمى ويعمل لك عرضية هدف. يعني ما في أحد موجود الآن في البرازيل يملك المقومات. لا تقول لي مارسيلو، مارسيلو على عيني وراسي رائع مارسيلو، لكن يعني مهما كان ما عنده الحلول اللي كانت عند روبرتو كارلوس مثلا بحكم الجهة يعني اليسرى. البعض يقول ممكن أنت قاعد تبالغ، لكن أنا أقول اللي ما شاف يعني اللاعبين اللي ذكرت أسمائهم يرجع لليوتيوب ويشوف برازيل 2002 98 شوي ها 94، يشوف البطولات اللي بينها البطولات كأس العالم كوبا أمريكا، شوف وبعدين تعرف هل احنا نبالغ ولا لا. اللي حاب يشاركنا في حلقة اليوم على 011-268-4488 هذا رقم الاتصال اللي حاب يشارك ويعلق على مواجهة البرازيل وبلجيكا وأيضا فرنسا والأورغواي ومباريات اليوم السويد وإنجلترا. دقيقة 12 حتى الآن والنتيجة 0-0 بين المنتخبين، ومباراة القادمة كرواتيا وروسيا عند الساعة 9 مساء راح تقام هذه المباراة. وأيضا نتحدث عن بعض الأخبار المتعلقة بمباريات الأمس. ريفالدو وهذا أحد اللاعبين اللي ذكرناه برضو تكلم وقاعد يدافع عن نيمار ويقول أنه ترى يا جماعة نيمار مش بيليه. هو تحدث صحيفة بيلد الألمانية قال أنه لا يمكن نقارن نيمار ببيليه، و بيلي لعب 4 كوس عالم، فاز بثلاثة من الأربعة وسجل 1000 هدف في مسيرته. وقال ريفالدو أنه نيمار ما راح يكون مثل بيلي أبدا، يعني لا تفكرون بهالشيء هذا نهائيا. هذا كلام ريفالدو عن نيمار. وخلونا ناخذ أول اتصالات معانا في البرنامج ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف عليك عبد الله. أهلا يا عبد الله، أهلا وسهلا. الله يحييك حبيبنا، شو أخبارك؟ طيب الله يطول عمرك. تفضل يا عبد الله، كيف أنت من أي جهة من الجهات أمس؟ جهة البرازيلية ولا البلجيكية؟ هي أكيد، شوف احنا في السعودية اعتقد والله علمنا نميل للبرازيل، حتى درجة ان حتى كرتنا السعودية ما الى البرازيلية اكثر او الامريكا الجنوبية اللاتينية التي امريكا الجنوبيه او اللاتينيه. احنا يعني ما شاء الله تبارك الله حريصين على الكره، حتى المهارات كل شيء نقلدهم. اوكي نميل بعض الاوقات الكره الاوروبيه وبعض المدارس، لكن بعد طلوع البرازيل انا اعتقد ان كنا حزينين جميعا. عرفت علي؟ الشيء الثاني المهم اللي هو اللاعبين، عندنا لاعبين ما شاء الله تبارك الله في منتخب البرازيل، صحيح انه مو زي الجيل السابق لكن لا زالت الكره البرازيليه زي ما هي تعطيك متعه في اللعب، تعطيك هو شوف بلا شك انه برازيل الامس اللي شفناه وفي مونديال 2018 بشكل عام افضل من برازيل 2014، هذه خالصين منها منتهين منها. النجوم اللي موجودين الان يرجى فيهم خير، يعني على انه ممكن نشوف منهم، لكن في البطوله لا. البرازيلي شوف البرازيل في كل حالاتها حتى وهي سيئة حلوة تمتعك، حتى وهي سيئة لأن كرة متعة، كرة مهارة، كرة تجذبك في يعني حتى تجبرك أنك تشاهدها تحترمها. 2014 طبعا خلنا نقول قصة انتهت، أمس كانت برضو قصة وانتهت في كأس عالم 2018. الآن ما بقي إلا المدرسة الأوروبية اللي كانت مسيطرة السنوات الأخيرة على مستوى خلنا نقول الكرة في العالم. نعم جميل، الله يعطيك العافية عبد الله، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو مساء النور. يا هلا والله، حياك الله. هلا والله أستاذ عبد العزيز، تفضلي. معك فايدة من الحال. والله يا أخي ما عندي شغل يعني صراحة، يعني علمك الله خليك، كلنا حزينين يعني كلنا يعني صدمة يعني خروج البرازيل صراحة بهالشكل هذا
يعني وين تفكير قناعنا تكون مو البرازيل مثل أول، في البرازيل دائم هو صاحب البطولة يعني، وهذا المونديال هذا يعني مغادرة الكبار، لو ما كان كبير يعني البرازيل ما غادر يعني. جميل، وكويس إن المنتخب السعودي غادر لأنه كبير. شكرا لك يا فادة، شكرا جزيلا لك. مستمعينا بنروح الفاصل، حاب شاركة بعد الفاصل على 011-268-4488. المونديال مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج المونديال، وجد الترحيب بكم في هذه الحلقه، واذكركم بنتائج او نتيجه المباراه بين السويد وانجلترا 0-0 حتى دقيقه 18. خلينا ناخذ اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، تعرف عليك؟ حالك. يا هلا والله، تعرف عليك؟ معك ابو راشد. حياك الله ابو راشد، تفضل ابو راشد. بس اني حبيت ابلغك ان يعني انت تكلمت عن مباراه البرازيل وقلت ان البرازيل سيئه وكذا، ليش ما تتكلم عن المنتخبات الثانيه انها طلعت افضل من البرازيل؟ العناصر البرازيل قويه يعني، ما تحتاج انها تكون سيئه بهالدرجه. تتكلم عن 2002 وتتكلم. طيب لحظة عشان ما تخلط الأمور، أول شيء أنا ما قلت البرازيل سيئة، أنا قاعد أتكلم عن بلجيكا أنه كيف وقفت البرازيل، فكذا أنا قاعد أمدح البرازيل ما قاعد أقول أنها سيئة. بعدين قاعد أتكلم بشكل عام أنه البرازيل الحالية يعني صعب أنها تحقق بطولة لأن ما تملك نجوم مثل اللي كانت تملكهم البرازيل في الجيل الذهبي. بالعكس يعني أنت لو تروح لأغلب الناس وتقول لهم مثلا افضل سنتر مثلا في الدوري الايطالي بيقول لك والله، مثلا في الدوري الفرنسي بيقول لك والله سيلفا، في الدوري الايطالي بيقول لك والله ميراندا، بيقول لك نيمار، يعني افضل العناصر، افضل العناصر في اغلب الدوريات، يعني افضل العناصر في الدوري الايطالي افضل. معليش بس وين الدوري الايطالي وين الدوري الفرنسي من الدوريات العالميه؟ اي بس انت حتى ولو وين، طيب شلون يعني باريس مو كويس يعني؟ والله ما ادري، انت كيف تقيم باريس سان جيرمان مقارنه بريال مدريد وبرشلونه والانديه البايرن ميونخ؟ انت جالس تتكلم عن فريقين، انا طبعا مايل على الدوري الانجليزي. طيب نعم. بس انت جالس تتكلم عن دوري خلينا نقول لك من افضل الدوريات في العالم، برضو فيه الدوري الفرنسي لا تنسى حقه، برضو عندك شو اسمه موناكو، طلع لك امبابي، عندك يعني رحنا خشينا في الدوري، خشينا في افضل دوري ما افضل دوري. بس انا اقول لك البرازيل ما هي منها يعني، او البرازيل برضو ترى في افريقيا طلعت، معلش روسيا صدمه لدى شو اسمه الكاس العالم هذا. وين من المنتخبات اللي طلعت ما تستحق انها تطلع؟ من المنتخب كولومبيا، كولومبيا ما... وانجلترا ما تستحق انها تاهل. ايش يعني كل انجلترا ما تستحق انها تتاهل؟ لا ما انجلترا ما تستحق على مستوى. إيه بس يا طويل العمر، انت تقول الكلام هذا، في غيرك عندهم اراء اخر يعني اخرى، هي اراء في النهايه، اراء، انا ما افرض رايي على احد ولا نقدر نوحد الراي نقول هذا هو الراي الصحيح، في النهايه وجهه نظر، في احد يرى انه والله انجلترا ما تستحق، في احد يرى انه كولومبيا تستحق انها تتاهل، يعني في النهايه اراء. احنا لما نفصل الامر على المنتخب البرازيل ونتحدث عن الجيل المنتخب البرازيلي، انا تكلمت قلت انه هل في واحد مثل رونالدو؟ أنت جاوبني، هل في أحد مثل رونالدو الآن؟ هل في أحد مثل روبرتو كارلوس أو كافو أو ريفالدو أو رونالدينو؟ هل أنتجت البرازيل مثل اللاعبين؟ طيب دقيقة، أنت الحين جالس تقول إن البرازيل عناصر، يعني أنت اللي فهمت من قصدك إن العناصر اللي قبل أفضل من الحين؟ أكيد. الكرة كيف تغير حاليا أفضل من أول؟ طيب والله شوف، يعني في النهاية إحنا نتكلم عن أجيال، انا اتكلم انه بعد جيل، بعد جيل رونالدو ريفالدو رونالدينو، هل في جيل حقق انجازات البرازيل؟ وين البرازيل من 2002؟ وين البرازيل؟ الجيل هذا افضل من الجيل اللي قبل، بس عشان اللي قبل افضل بايش؟ ايش افضل بايش؟ والله العظيم افضل يعني ممكن، يعني ايش اقول لك، ان الحين الجيل هذا وين يعني يدرس كوره مسمى دراسه،
أول قبل تذكر لي واحد تو يقول لي بيليه أفضل من بيليه ما أدري. هذا ريفالدو، هذا ريفالدو، هذا لاعب حقق كأس عالم ومعروف اللاعب. إيه بس أول قبل حتى التسلل ما فيه أسلم. 2002 ما في تسلل؟ لا 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 تراك شطحت شوي. لا شوف شوف شوف، أنا والله يقدر حبك للبرازيل ويفترض أنك تحب البرازيل، يفترض أنك تحب الجيل الحالي، أكيد أنك بتحب الجيل السابق بنفس الوقت. دقيقة دقيقة، أنا في البطولة هذه أتمنى الكرواتيا. والله كرواتيا تستحق، لو فازت بالعكس تستحق اللقب. أنا كنت متوقع النهائي بين البرازيل وكرواتيا، بس أتوقع النهائي هذا بيكون شاطح يعني. أتوقع بلجيكا وكرواتيا. توقع بلجيكا تفوز على فرنسا؟ ها؟ توقع بلجيكا تفوز على فرنسا؟ إيه إيه بتفوز على فرنسا. طيب نشوف. طيب عطني توقعاتك للسويد وإنجلترا. السويد وإنجلترا أتوقع إنجلترا تطلع السويد. جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا ناخذ اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تعرف عليك؟ عزيز الفايز معك. حياك الله عبد العزيز، تفضل. أحييك والله. شوف مستوى البرازيل أمس مستوى هزيل صراحة يعني. أوكي يستحبون الخروج يعني، باللعب اللي لعبوه أمس يستحقون. حرام ياصل أصلا. لا ما أقول عاد حرام ياصل، هذا يعني مثل السبعة مثل. شوف أنا أشجع ألمانيا، أنا بعطيك إياها من الأخير، أنا أشجع ألمانيا. إي أوكي، وقاعد تنتقم من البرازيل الحين. عقب السبعة اللي أمس يعني، عقب السبعة اللي 2014 خلاص يعني أصلا حرام. لا بس ترى الجيل اللي لعب في او التشكيله اللي لعبت في 2014 ترى فيها اختلافات كبيره عن التشكيله اللي تلعب اليوم. اوكي يعني مباراه امس مين في نيمار، ونيمار ضيع لي وجالس يتسدح بالملعب وما ادري ايش دور بلنتيات ايش سلامات. لا شوف ما نقدر احنا نحصر موضوع نيمار، اوكي يعني يبالغ بعض الاحيان بالتمثيل، بس هو يتعرض برضو للضرب خلال المباراه يعني. انا ترى ماني مع البرازيل، وكنت متوقع ان البرازيل تفوز، وقعدت اتكلم عن موضوع البرازيل ان البرازيل قبل افضل، لكن في النهايه في واقع قدامنا، انا ما اقدر اخفي الواقع هذا. نيمار من اللاعبين اللي اذا مسك كوره يتعرض للضرب دائما، يبالغ بسقوطه اوكي يبالغ انا معك، لكن ما نقدر نحصر مستوى نيمار كله في انه والله هذا اللاعب ما ينفع بس عشان يطيح كل شوي ويمثل وكذا. لا اللاعب مفيد في الملعب، ما فاد منتخبه في البطوله اوكي يعني بالشكل المطلوب، لكن ما نلغي مستواه كله. تفضل. اقول ان تتفق او تختلف معي، امس بلجيكا افضل من البرازيل. اكيد بلجيكا افضل، بس بلجيكا حتى قدام اليابان كانت يعني تقريبا 60 دقيقة كانت سيئة قدام اليابان، وأمس عدلت بالمنطق والواقع. مارتينيز كان منطقي وواقعي قدام البرازيل، هو عارف من يقابل وعارف أنه إذا فتح دفاعه وقعد يهاجم البرازيل يعني بيخسر، وحتى اللاعبين أنفسهم قالوا إحنا اتفقنا أننا ندافع بكتلة واحدة ونلعب على المرتدة، لأنه هذا الواقع. قاعد تلعب قدام نيمار، ويليان، دوغلاس، كوتينهو، يعني لاعبين على مستوى خطيرين على مرماك، فبالتالي تعاملوا معهم بالطريقة هذه. هل أوجدوا البرازيليين حلول؟ لا، هنا هذه غلطة البرازيل. كان فيه تكتل دفاعي أمس يعني أهنيهم عليه. كل تكتل دفاعي وله من يكسره يعني، ويفترض البرازيليين هم اللي يعني يكسرون أي تكتل دفاعي بمهاراتهم طبعا. هذا الشيء اللي افتقدناه بالأمس من البرازيليين، ويستحقون البلجيك التأهل. شكرا لك عزيزي، شكرا لمشاركتك واتصالك. موضوع شوي على فكرة، موضوع البرازيل والأرجنتين وإنجلترا ترى والله أصعب من موضوع ميسي ورونالدو لما نتكلم عنهم. عموما مستمعين احنا بنطلع الفاصل، اللي حاب شاركنا بعد الفاصل يتصل على 011-268-4488. المونديال مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المونديال، وجد الترحيب بكم، واللي حاب شاركنا في حلقه اليوم على 011-268-4488. نقاش جميل مع المستمعين حول البرازيل وبلجيكا. لكن خلينا نتكلم على
أذكركم بس قبل أن ندخل بأي موضوع على نتيجة السويد وإنجلترا 0-0 حتى الدقيقة 29. بالأمس أيضا كثر الحديث عن أن المنتخب البلجيكي الحالي هو نتاج عمل سابق لإدارة المنتخب الاتحاد البلجيكي أو من يكون، وكثير قالوا تم تجميعه من سنوات، وكل الأحاديث هذه استندت على صفحة في إحدى الصحف نشر فيها تقرير كامل عن لاعبي المنتخب البلجيكي وصورهم صغار. الحقيقة أنه في فوارق سنية بين لاعبي منتخب بلجيكا تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات. يعني ممكن إحنا بشكل سريع نستعرض التشكيلة الأساسية على الأقل للمنتخب البلجيكي، وين نشأت التشكيلة وكيف نعرف الفوارق بينهم. يعني مثلا ناخذ كورتوا 26 سنة مواليد 92، الآن في هذه الأثناء إنجلترا تسجل الهدف الأول عن طريق يبدو لي ماغواير من ركلة ركنية، أتأكد من يسجل الهدف الحين. أنا التفت كذا وضربة رأسية جميلة من ضربة ركنية، هدف جميل للمنتخب الإنجليزي. بالفعل هو ماغواير، هاري ماغواير، مدافع ليستر سيتي، يسجل الهدف الأول لمنتخب إنجلترا. إذن إنجلترا تقدم على السويد بهدف دون مقابل. نرجع للكلام عن تشكيلة بلجيكا، وهل هي بالفعل يعني تم تجميعهم كمنتخب واحد؟ هل هم التقوا بالفعل مع بعض في أكاديميات أو في فئات سنية؟ أنا ماني ضد الفكرة على فكرة يعني أبدا، بس احنا بنفندها شوي. كورتوا 26 عام مواليد 92، كورتوا بدأ حياته في بلجيكا من عام 97 إلى 2009، انت يعني حتى نادي جنك البلجيكي، لكن لعب في بلجيكا منتخب بلجيكا تحت 18 سنة. نروح لألدرفيلد، هذا اللاعب عمره 29 سنة مواليد 89، نشوف في فارق بينه وبين كورتوا 3 سنوات. يعني بدأ حياته حياة الناشئين والشباب في هولندا مع نادي أياكس، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد، ساوثهامبتون، توتنهام. اللاعب هذا ما لعب في بلجيكا نهائيا، ولكن عنده ميزة أنه يتواجد مع منتخب بلجيكا منذ الأشبال تحت 15 سنة. لعب لمنتخب بلجيكا تحت 15 سنة و16 17 18 19 و21 والمنتخب الأول. هذا المدافع الدربلد. نروح لي أيضا كومباني من يعتبر من أكبر اللاعبين، 32 عام مواليد 86، يعني في فارق 6 سنوات بينه وبين كورتوا وأربعة بينه وبين، يعني في فارق في العمر. طبعا بدايته كانت في أندرلخت عام 2000، ولعب أيضا في أندرلخت الأول وهامبورغ الألماني، ثم انتقل لمانشستر سيتي. أيضا عنده ميزة أنه لعب منتخب تحت 16 سنة وتحت 17 سنة. بالنسبة أيضا لفرتونخن، فرتونخن أيضا عمره 31 مواليد 87، بدايته تأسس في هولندا أيضا في أكاديمية أياكس، ولعب للفريق الأول في أياكس، ثم انتقل إلى توتنهام بعدها. عنده ميزة أيضا، لعب في منتخب بلجيكا تحت 16 سنة وتحت 21 عام. يعني أيضا نصل إلى ميونير، مواليد 91، وتأسس في بلجيكا ولعب تحت يعني بلجيكا تحت 15 عام و21 عام. يعني كل هؤلاء اللاعبين، باقي والله 5 لاعبين ودي أذكرهم بما أني بديت، وبعدها بقول لكم ليش. فيتسل يعني تأسس في ستاندر ليج في بلجيكا، وراح البرتغال وراح روسيا، والآن هو في الصين، لكن عنده ميزة، من منتخب تحت 15 عام وحتى منتخب تحت 21 سنة هو موجود فيه في كل الفئات 15 16 17 18 19 21، كل منتخبات فئات السنية كان متواجد فيها فيتسل. أيضا كيفن دي بروين تواجد تحت منتخب تحت 18 عام و19 21، وعمره الآن هو 27 مواليد 91، تأسس في بلجيكا في نادي جنك البلجيكي. أيضا مروان فيلايني تأسس في بلجيكا
ما بين اندرلخت ومونس وستاندر ليج، وكان موجود في منتخب بلجيكا تحت 18 و19 و21 عام حتى الفريق الاول. ايضا نتكلم عن لوكاكو، تاسس في اندرلخت وليرس و تأسس بشكل عام في بلجيكا وتواجد في منتخب تحت 15 و18 و21 عام وصولا للمنتخب الأول، وعمره الآن 25 عام. أخيرا إيدن هازارد عمره الآن 27 عام، تأسس في فرنسا ولعب لليل وتشيلسي، وأيضا تواجد في منتخبات تحت 15 16 17 19 عام في منتخب بلجيكا وصولا للفريق الأول. إيش اللي أبغى أوصل له من هالكلام هذا كله؟ أنه الجميع اللاعبين في فوارق بينهم بالأعمار، مستحيل أنهم يكونون جيل واحد بنفس اللحظة يتواجدون في فترة معينة، مو مش مستحيل يعني صعب أنهم يتواجدون، لأنه في لاعبين بينهم 4 سنوات، في لاعبين بينهم 5 4 3 سنوات، يعني في فارق سنية راح يسبقون بعض، يعني بعض في الأجيال. لكن الواضح من خلال كلامي قبل شوي عن كل لاعب من تشكيلة أساسية لمنتخب بلجيكا أنه الفئات السنية في منتخبات البلجيكية تعمل بشكل رائع يبدو لي في تأسيس اللاعبين، وهذا اللي احنا نبغى نوصل له، أنه يعدون اللاعبين بشكل مميز قبل وصولهم للأندية، وبالتالي عندما يصلوا للفريق الأول في الأندية هم يعني هم متأسسين تأسيس قوي في الفئات السنية في المنتخب البلجيكي، فالفضل كله يعود إلى الاتحاد البلجيكي واهتمامه بالفئات السنية لهذه الأجيال. وزي ما قلنا الدليل أنه كلهم مروا بالفئات السنية من 15 وحتى 21. أنا طبعا أتكلم عن اللي حدث أمس بتويتر وتداوله الناس، وليش تداوله ونوضح بعيدا عن القصاصة، في ناس شككوا في التاريخ، في ناس يقولوا لا هذول بينهم أعمار وكذا، لا في قاسم مشترك بينهم، في شيء مشترك بينهم اللي هو الفئات السنية. يعني أيضا احنا نتكلم عن لاعبين يعني عملوا على أنفسهم وما التفتوا للمغريات، مثلا هازارد يعني من أفضل اللاعبين في إنجلترا، عنده جوائز كثيرة، لكن هو هازارد ما تغير. لوكاكو انتقل بأكثر من 80 مليون باوند وهو هداف ولاعب مميز، ما قال أنا والله خلاص يعني أفضل لاعب في العالم وأنا نجم، لا هو استمر كما هو لوكاكو مميز. دي بروين أفضل لاعب وسط في أوروبا وأكثر من صنع الأهداف قبل لا يجي للسيتي، لكن انتقل للسيتي وصار جزء هام من الفريق، يعني تفوق السيتي بحضوره ويتأثر بغيابه، ومع ذلك استمر هو دي بروين، لا ما تغير، ما تغير شيء. في النهاية احنا نتكلم عن عقلية لاعبين أيضا، مهما وفر للاعب من يعني حماية، من تأسيس، من أمور عديدة، يبقى يعني عقلية اللاعب وتبقى عقلية اللاعب ومدى تقبله لهذا الأمر. ما نزكي الجيل السابق، حتى في البرازيل في جيل سابق كان مميز وضاع برا الملعب، لكن هنتكلم عن عقلية اللاعبين بشكل عام. أنا استبعدت بس ناصر شاذلي لأنه ما تأسس في بلجيكا، هو كان لعب للفئات السنية في المنتخب المغرب قبل أن ينتقل ويلعب في المنتخب البلجيكي الأول. متواصلين معاكم، واللي حاب شاركنا على 011-268-4488. أيضا نتحدث عن تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، واللي أعلن الاتحاد البرازيلي عن موقفه من استمرار هذا المدرب في منصب المدير الفني بعد الخروج من دور الثمانية من بلجيكا. تكلم عضو بارز في مجلس إدارة الاتحاد البرازيلي، قال أنه تيتي مستمر حتى الآن، ما في أي نقاش حول رحيله أبدا، هو من المفترض أنه يستمر عقد تيتي حتى نهاية يوليو الجاري شهر 7، وهو ما أعلن شيء بعد المباراة، حتى سؤل عن استمراره أو رحيله عن المنصب قال أنه ما أقدر أجاوب على هذا السؤال، ما زلت متأثر بنتيجة المباراة. هذا الكلام اللي قاله تيتي بعد مباراة المنتخب أمام بلجيكا والخسارة المؤلمة في هذه المباراة.
من ال خلينا نذكر بالنتيجة الدقيقة 40 في مباراة السويد وإنجلترا، والنتيجة لا تزال 1-0 لإنجلترا. بالأمس أيضا كان في حدث شوي طريف في معسكر السويدي، اللاعبين المنتخب السويد صحوا أمس على صوت جرس إنذار الحريق في الفندق الخاص فيهم، وهذا الشيء تطلب إخلاء الفندق تماما بسبب الإنذار، إنذار الحريق، وكان يعني الإنذار خاطئ طبعا. و يعني تكلم أحد اللاعبين أو المسؤول الإعلامي في منتخب السويد، قال إنه هذا الشيء صار بعد الساعة 8:30 صباح، كان إنذار خاطئ، كل اللاعبين تمام، بس يعني جتهم شوي ربكة قبل المباراة. احنا دائما نسمع انه في جمهور يزعج، سمعناها في البطولة، الجمهور يعني ازعج رونالدو، احيانا في جمهور يحب المنتخب يتواجد حوله. المنتخب السويد جاهم ازعاج من نوع اخر. نتكلم ايضا عن ابرز 5 مواجهات في تاريخ المنتخبين السويدي والانجليزي. عندنا مواجهة 2012 فازت فيها إنجلترا 3-2، وأيضا عندنا 2006 تعادلوا، كانت طبعا 2012 هذه في اليورو في الدور الأول من نهائيات كأس أوروبا 2012. أيضا إنجلترا والسويد في 2006 2-2، هذه أيضا في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2006. أيضا عندنا السويد وإنجلترا 4-2 في 2012، هذه كانت ودية مناسبة افتتاح الملعب الوطني في ستوكهولم، هذه كانت للسويد 4-2. أيضا عندنا إنجلترا والسويد 1-1 عام 2002، كانت هذه أول مباراة المدرب إريكسن أمام منتخب بلاده، كان يقود منتخب إنجلترا، وكانت في نهائيات كأس العالم 2002 وانتهت 1-1. من المواجهات القديمة أيضا عندنا إنجلترا والسويد 3-3 في 95، هذه المباراة قيمت ضمن بطولة ودية قبل عام من استضافة الإنجليز لنهائيات كأس أوروبا 96. مستمعينا بنروح الفاصل، واللي حاب شاركنا بعد الفاصل يتصل على 011-268-4488. المونديال مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا في الجزء الاخير من برنامج المونديال. نذكر بنتيجه السويد وانجلترا، النتيجه لا تزال تقدم منتخب الانجليزي بهدف دون مقابل، ومنتخب السويد صراحه يظهر بصوره مهزوزه تماما في هذه المباراه. قبل قليل كانت هناك هجمه، يبدو رحيم ستيرلينغ استغل يعني خروج الدفاع لمصيدة التسلل، وفعلا كانت تسلل، بس ما انتبهنا الحكم إلا بعد اللقطة، فاتجه للحارس، الحارس فلتت منه الكرة، وكان ممكن تكون هدف لو ما كانت تسلل. فبالفعل المنتخب السويدي قاعد يظهر بصورة مهزوزة حتى الآن، حتى الدقيقة 44 اللي تقدم فيها المنتخب الإنجليزي بهدف دون مقابل. اللي حاب شاركنا على 011-268-4488. أعلن البنك المركزي الروسي أنه راح يصدر عملة جديدة في حال فوز المنتخب الأول على كرواتيا في المباراة اللي تجمعهم اليوم، ونشر حساب الاتحاد الدولي. الآن هناك هجمة خطيرة للمنتخب الإنجليزي، ضاعت بفلسفة رحيم ستيرلينغ صراحة. أيضا هذا إكمال للصورة المهزوزة في المنتخب السويدي، هذه كانت هجمة كرة طويلة خلف المدافعين، استقبلها وواجه الحارس تماما رحيم ستيرلينغ، كان معه أيضا هاري كين وكان معه ديلي ألي، لكن فضل أنه يسددها وطلعت برا ضربة ركنية. قلنا أنه البنك المركزي الروسي أعلن أنه في حال تأهل المنتخب الروسي إلى نصف النهائي راح يصدر عملة جديدة بقيمة نصف روبل. هذه العملة سيكون شكلها راح يكتبون عليها علامة 1-2 علامة النصف، يعني مع شعار الدولة في الجهة الأخرى. أجل إذا فازوا باللقب شو بيسوون؟ فأكن هي فكرة حلوة عموما، تخليد الذكرى بحكم أول مرة
تصل لهذا الدور. أيضا يعني بمناسبة أول مرة تصل لهذا الدور، يعني بلجيكا الآن وصلت للدور الأربعة، وبلجيكا 86 ترى حتى وصلت للدور الأربعة، فبالتالي الآن منتخب بلجيكا والجيل الحالي مطالب أنه يفعل شيء أفضل من اللي فعله المنتخب البلجيكي في مونديال 86 واللي حقق فيها المركز الرابع. خلونا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، طيب قدنا الاتصال الأول، ناخذ اتصال ونقول ألو. أهلا أهلا، مساء الخير. أهلا، مساء الورد، تعرف عليك؟ أنا محمد بن شيبان اليامي من الرياض. ونعم والله محمد، حياك الله. معك حبيبي، الله يسعدك. أنا حقيقة ما أدري إذا كان تعطوني فرصة أعلق على مباريات البارح والمستوى البارح. للأمانة احنا تفاجأنا بالمستوى الفني الجماعي اللي ظهر فيه المنتخب البلجيكي، والكثير من في شريحة كبيرة جدا كانت تتوقع فوز البرازيل، لكن مع الأسف كأس العالم في روسيا هذا الموسم أو هذه السنة أعطانا فكرة بأنه كرة القدم ليست كرة لاعب واحد، إنما كرة جماعية. خرج كريستيانو رونالدو، خرج ميسي، والبارح كان آخرهم نيمار. فنتمنى حقيقة المستوى الفني يرتفع في دور الأربعة. نتمنى ذلك. أنت إيش توقعاتك لمباريات اليوم؟ مباريات اليوم طبعاً إنجلترا الآن أنهت الشوط الأول متقدم على السويد بهدف. لا أعتقد أنها هتكسب، يعني بالمعطيات اللي أمام الجميع أنه إنجلترا ممكن هتكسب اللقاء. أما اللقاء الآخر أعتقد أنه روسيا وال قول معي الله يسعدك روسيا أو كرواتيا، صحيح. حقيقة أنه لقاء ناري، يعني المستضيف وحصان البطولة حيكون لقاء ناري حقيقة، لكن أتوقع كرواتيا وأتمناها كرواتيا. جميل، شكرا لك ولمشاركتك جميلة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، بس نذكر قصة غريزمان مع عدم احتفاله بهدف أمام الأوروغواي. هو تحدث في المؤتمر الصحفي وقال أنه أنا ما احتفلت لأني لما بديت ألعب الكرة تلمذت على يد مدرب أوروغواياني، علمني كثير من الأشياء الجيدة والسيف كرة القدم، وكن له كل يعني الكثير من الاحترام والتقدير والاحترام أيضا للكرة الأوروغوايانية. يقول أيضا أنا كنت ألعب قدام أصدقائي، لذلك ما احتفلت بدافع الاحترام، أعتقد أنه من الطبيعي أني ما احتفل بهدفي. هذا بالنسبة لكلامه عن عدم احتفاله. لكن سواريز كان عنده رأي ثاني. يقول سواريز أنه غريزمان لاعب فرنسي، هو مش أوروغواياني، وسجل هدف علينا اليوم. يقول اللي يقوله، يعني إذا هو نصف أوروغواياني ولا لا، هذا كلام سواريز، إلا أنه في النهاية هو فرنسي، ما يعرف الشعورنا الحين، هو لا يعرف يعني كيف نلعب كرة القدم رغم قلة عددنا، يقصد قلة الشعب. يعني ربما لديه طريقة أوروغوايانية خاصة في اللغة، لكن عندنا إحنا مشاعر مختلفة. هذا كلام سواريز ورد على كلام غريزمان وطريق وعدم احتفاله. في النهاية يحسب لغريزمان، يعني شخص محترم أدى شيء، لكن يمكن برضو في فرنسيين يزعلون، يقول يا أخي أنت فرنسي مفروض تحتفل بهدفك لك، سجلت المنتخب بلادك، ما لا دخل احنا في قصة حياتك ومدرب أوروغواياني، هذا شيء شخصي، أنت تحمل شعار البلد، يفترض أنك تحتفل بأي إنجاز للبلد. وصلنا للختام، أتمنى أن نكون أفدناكم في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي، أنا عبد العزيز سلوم، ألقاكم على خير.